مصر هتشهد خسوف للقمر الأربعاء المقبل ولمدة 4 ساعات بحسب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، اللي قال على لسان الدكتور طه رابح رئيس المعهد إنه وفقاً للحسابات الفلكية اللي بيجريها معمل أبحاث الشمس، فإن العالم سوف يشهد خسوف قمري يوم الأربعاء المقبل، وأضاف كمان إن خسوف القمر هيظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولونيا. خسوف القمر بيتفق مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول، وسيرأى في مصر حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3.5% من مساحة قرص القمر، وهيكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق. رئيس معهد الفلك أكد إن الناس هتقدر تلاحظ إن القمر هيغرب في تمام الساعة 6:47 صباحاً، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي، بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظل التي لا تحسها العين المجردة حتى يغرب خلالها. من الجدير بالذكر أن الخسوف القمري هو الثاني والأخير لهذا العام بعد خسوف طفيف في مارس الماضي، وفي إبريل الماضي أدى كسوف كلي للشمس إلى إغراق العديد من المدن بالظلام في أمريكا الشمالية.